بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجي وبرنامجكم الجريء على شاشة الصحة والجمال. قبل ما أبدأ حلقة اليوم، أعيد على الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، عاد الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركات. كل عام وأنتم بخير. احنا بنبدأ موسم جديد لبرنامج الجريء من داخل شاشة الصحة والجمال. حابب بس أقول حاجة صغيرة قبل ما أبدأ الحلقة، بقول لكل من يريد تشتيت المصريين، احنا أمة في رباط يوم الدين. عمر مصر ما هتقع، عمر مصر ما هتتهزم. احنا شفنا رجال الشرطة، البواسل والجهات السيادية، يعني عانوا الأيام الماضية كتير قوي مع المأجورين والشباب اللي طلعوا بإزاز وطوب والكلام ده. فالحمد لله مصر هتكون في أمان ليوم الدين برجال الشرطة، البواسل والجهاد السيادية، وإن شاء الله برجال الجيش، القوات المسلحة المصرية. عمر مصر ما هتقع، مصر في رباط ليوم الدين. يعني اللي عاوز يقعد على الشاشات المأجورة بره ويتكلم يتكلم براحته، احنا عندنا شباب عندها فكر وفي توعية طبعا من المثقفين. شبابنا اللي طالع ان شاء الله طالع يحمي وطنه، يحمي اهله، يحمي عرضه. هيبقى داخل جيشه، داخل الشرطة، المهم الشاب هيطلع عنده وعي، مش زي ما انتم قاعدين على الشاشات الفضائية عمالين تهيجوا او تقولوا مصر مصر مصر. لا، مصر في رباط ليوم الدين. طبعا احنا كنا معاكم في المواسم الماضية على احد الشاشات، عشنا معاكم الفرح قبل الحزن، وعشنا معاكم الحزن قبل الفرح. ياما قلنا على الشاشات في سلبيات كتيرة ونشرناها بالفيديوهات. احنا بننشر السلبيات ليه؟ عشان عاوزين المحافظات وعاوزين جمهورية مصر العربية تبقى قد الدنيا كلها، مش اكتر. النهاردة عندنا مشاريع كبرى بتتفتح، مشاريع ضخمة جبارة بتتفتح على جميع المحافظات. هنبدأ طبعا النهاردة يعني بزيارة الرئيس إلى محافظة السويس وجنوب سيناء في مصنع الوطنية للصلب في نطاق السخنة. ودي مش أول مرة السيد الرئيس يزور محافظة السويس، دي تاني مرة أقل من شهر. يا ريت نطلع كده نشوف فيديو للسيد الرئيس ونرجع تاني. ماشي. طبعا السيد الرئيس لما راح محافظة السويس دخل احد المصانع، اتكلم السيد الرئيس عن مدينة السويس الجديدة، واتكلم عن كورنيش هيتفتح في محافظة السويس، هيتم افتتاحه قريبا ان شاء الله. يعني في حاجات لمحافظة السويس. انا بتكلم عن محافظة السويس عشان انا عايش في محافظة السويس وشايف الإنجازات اللي تمت على أرض الواقع. طبعا بننزل جولات مع السيد اللي هو أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، هو والنائب عبد الله رمضان والسكرتير العام اللي هو طارق عبد العظيم والسكرتير المساعد والجهاز التنفيذي. الناس دي مش مقصرة في حاجة، لأني احنا اشتغلنا على محافظة السويس أكتر من 5 سنين. كل محافظ كان في المحافظة ليه ماليه وعليه ما عليه، يعني هي كانت موازنة. النهاردة محافظة السويس الدولة بصت لها. يعني ايه بصت لها؟ يعني السويس جاية مش راحة. النهاردة في تطوير، النهاردة في حاجات جميلة حصلت في محافظة السويس، مش زي الصور اللي احنا بنشوفها على التواصل الاجتماعي فيسبوك. في طبعا صفحات بتبقى وهمية واتكلمنا عليها الحلقة الماضية.
الصفحات دي مش عاوزة ولا مسؤول يشتغل، ولا عاوزة محافظ يشتغل، ولا دولة تبقى يعني موجودة. كل حاجة تشويه بالسمعة وخلاص. ينزلوا تشويه لحي ما، ينزلوا يا جماعة مش كده. الدولة متقدمة. احنا النهاردة يعني السيد الرئيس بيروح كل محافظة بيتم عليها إنجازات ومشاريع كبرى. ندي فرصة للراجل، هو مش هيشتغل لوحده. برضه أنا جاي من على الدائري دلوقتي، في نزلة فيصل، أنا طالع على الدائري في نزلة فيصل، عربية من اللي هي بتاعت البلدية دي أو بتاعت الجهاز اللي هو التجميل بتاع حي ما، العربية ماشية، عربية تلات أرباع كبيرة، شايلة الزبالة بطريقة يعني الزبالة، الورق عمال يطير والأكياس عمالة تطير على الدائري. الرئيس مش هيشتغل لوحده، الوزارة دي مش هتشتغل لوحدها، لازم نساعد شوية. زي ما بنقول وبنعرض الإيجابيات، إحنا برضو دي سلبيات. الناس اللي بتمشي على الدائري، بتنزل فيصل ولا بتنزل مريوطية ولا بتنزل الكلام ده، يا جماعة خلي بالكم، العربيات المكشوفة اللي عليها الورق والأكياس والزبالة دي بتطير. يبقى أنتم كده ما عملتوش حاجة، ده مش حل. المفروض يبقى في غطاء، غطاء. الكلام ده مش هينفع، لأن بتضيعوا مجهود الآخرين. دي رسالة أنا بقولها لأن أنا لسه شايفها مباشر وأنا جاي من على الدائري. يا ريت يعني نخلي بالنا شوية، الرئيس مش هيشتغل لوحده، الوزارة دي مش هتشتغل لوحدها، لازم الناس اللي تحت إيديهم يشتغلوا. كده مش هينفع اللي بيحصل. إحنا بنناشد أهو وبنقرر وبنناشد وبنقول الناس اللي تنظف وتعمل الحاجة الكويسة تراعي شعور الناس اللي هي بتشيل من على الأرض الكلام ده. مش أي سواق بقى يمشي وخلاص، يبقى لازم يكون معاه مشرف، معاه متابع، في غطا للكلام ده. إزاي أنا أشيل من هنا المج ده وأجي أروح كسره هنا تاني؟ أو أشيل النضارة دي وأكسرها هنا؟ ما ينفعش، ده مش حل. زي برضو عرضت فيديو الناس بتشيل الزبالة وبترميها في النيل. يعني الرئيس بيطور في أماكن والفشلة بيرموا الزبالة في النيل. الكلام ده ما يصحش. احنا زي ما بنعرض الإيجابيات قبليها بنعرض السلبيات، عشان يبقى فيه روح البس كده، احنا بنبس كده روح الإيجابيات أمام المواطنين. فيا ريت نحافظ شويه ونخلي بالنا شويه. احنا بنتكلم اهو على المأجورين اللي قاعدين بره على الشاشات الفضائيه، اللي هم شغالين تشويه في صوره مصر، واحنا بنقول عمر مصر ما هتقع، مصر في رباط ليوم الدين. يا ريت لو الفيديو جاهز بتاع السيد الرئيس يعني طلعني كده. نطلع للفيديو بتاع السيد الرئيس ونيجي تاني. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. طبعا شفنا يعني أو سمعنا كلمة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا من داخل المصنع الوطنية للصلب في نطاق السخنة بالسويس. طبعا الدكتور عاصم يعني بيقول له احنا أمامنا مش عارف شهرين الكلام ده، قال له لأ كتير، انت لسه في شهر 27 الكلام ده، لأ الكلام ده كتير. يعني حتى الرئيس بيستعجل المشاريع. طبعا يعني زي ما شفنا فيديو الرئيس وسمعنا كلمة الرئيس، طبعا ندي لكل واحد حقه بعد يعني المشاريع وزيارة الرئيس والمشاريع الكبرى اللي افتتحت في نطاق السخنة. عاوزين برضو ندي لكل واحد حقه، السيد محافظ السويس ويعني الجهاز التنفيذي. طبعا السيد محافظ السويس من ساعة ما حضر أو استلم محافظة السويس في سنة وثلاث شهور، في طفرة كبيرة حاصلة في المحافظة. وطبعا يعني عشان ما اتكلمش وخلاص، يا ريت نطلع نشوف محافظة السويس كده والحاجات الجميلة اللي حصلت في المحافظة من ساعة ما مسك اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. مشاهدينا الكرام، من داخل معهد الخارجي منطقة العبور، نرحب بالسيد المحافظ سيادة اللواء عبد المجيد
نشاطه في التعليم والتجميلات والتطويرات داخل هذه المعاهد. ويزيد النهارده يا فندم بيقول ان حضرتك في المعاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول صباح الخير على السويسه بالكامل. انا سعيد طبعا ان انا موجود في معهد الازهري. انا جاي هنا مش علشان خاطر اتفرج على التطوير الشامل اللي حصل في المعهدين، لا الحقيقه يعني مش ده الهدف الاساسي، لكن انا جاي اتفرج على التطوير الشامل اللي تم على البنيه العقليه لابنائنا. جميل. لان المعاهد الازهريه قبل كده كان عندنا شكل ومفهوم عن المعاهد الازهريه ان ما تدخلش ابنك الازهر لان في مشكله في التعليم في الازهر، المفاهيم اللي موجوده جوه الازهر، الاساتذه والشيوخ اللي بيدرسوا لاولادنا بيطلعوا اولادنا في الاخر شكل من اشكال عدم التناسق مع بناء الدوله. فانا جاي ااكد التعليمات اللي الدوله ادتها واللي مولانا فضيله الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب مديها كتعليمات عامه لكل مديريات الازهر وكل المعاهد التعليميه بتاعه الازهر بجميع مستوياتها اعتبارا من جامعه الازهر حتى الكيجيهات اللي شفناها النهارده. النهارده شكل الكيجي اللي موجود إن ما كانش زي المدارس بتاعت وزارة التربية والتعليم فهو أحسن. النهاردة المستوى بتاع الولاد، النشاط الرياضي حتى بتاع الولاد رغم إن هم عاملين نشاط رياضي مكثف الصبح، بس هم عايزين يورونا إن بنية الولاد اختلفت، حتى البنية العقلية، البنية الجسمية، المفاهيم بتاعت أعضاء هيئة التدريس، كل يعني أنا شايف إن منظومة الأزهر فعلاً توبت مع العصر الحديث. ده اللي إحنا بندعو إليه وده اللي إحنا بنهدف إليه، إن إحنا نؤكد دائماً وأبداً على إن الأزهر داعم لبناء وتقدم المجتمع، لان بدون ما يبقى فيه ازهر وبدون ما نحافظ على مكتسبات الدين وبدون ما نحافظ على مكتسبات الدوله ما تطلعش قدام. فانا باكد ان انا موجود هنا في المعاهد الازهريه وسعيد باللي انا شفته في المعاهد الازهريه، وبنحيي فضيله الامام وبنحيي مولانا وبنحيي كل اعضاء هيئه التدريس المحترمين سواء رجال او سيدات محترمات وحضرتك حضرتك، وبنتمنى لهم الصحة والسعادة والتطوير المستمر والدائم إن شاء الله، ويبقى الأزهر دايما نبراس زي ما هو حافظ على الدين. ومولانا رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي كان بيتكلم ويقول إن مصر لما صدرت الدين للعالم كله عن طريق الأزهر وصدرته الدين الوسطي المحترم اللي احنا كلنا نحبه، فده البنية ودي البنى وده الزرع اللي طالع من الأزهر هيحافظ على الدين وهيحافظ على نشره في العالم بفكر وسطي معتدل. احنا نتمنى الخير ان شاء الله توفيق الازهر بالكامل. مشاهدينا الكرام عدنا اليكم من جديد. طبعا شفنا تقرير خارجي، طبعا التقرير ده عشان ما نظلمش حد انا اللي مصوره بس مباشر، كنت يعني مع السيد الوزير المحافظ في احد يعني المعاهد الدينيه في منطقه او في مساكن العبور. طبعا انا بسيت الفيديو، وطبعا الزميل حسن زكي مراسل التلفزيون المصري طبعا كان بيعمل تقرير لقناه القنال مع السيد اللواء اركان حرب. طبعا سمعنا السيد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر قال ايه. طبعا الراجل على طول في زيارات على ارض محافظه السويس، حتى بعد ما خلص زياره المعهد الديني دخل على مدرسه، يعني مش عاوز اقول، عزل المدير وعزل الوكيل وعزل مدير التعليم الفني. هنتكلم طبعا في الكلام دوت يعني مع ضيوفنا ان شاء الله اما نطلع نجيبهم هنتكلم على التعليم. طبعا هو المحافظ اما عزل الناس دي عزلهم لحاجه واحده بس، عزلهم لان دخل ما لقاش مدرسه، ما فيش حد قاعد في الفصول نهائي. الطلبه اول ما شافوا يعني عربيه السيد المحافظ الراجل داخل كده زيارة مفاجأة، الطلبة جريوا. كمل بقى سيادة المحافظ يخش يلاقي في كل فصل ورق، طبعا الفصل اللي بعده يلاقي يعني الدكك دي لسه جديدة مكسرة ومرمية في جنب، خش الفصل اللي بعده برضو ورق وزبالة وطلبة جايين لابسين خواتم فضة وسناسل اللي هي السناسل دي اللي هي الفضة، يعني حاجة غريبة الشكل مش عارف في ايه، مش مدرسة نهائي. المدرسة دي طبعا في شارع النيل، مدرسة تجارة بنين. دخل المحافظ طبعا عزل المدير بتاعها ووكيل المدرسة، وطبعا عزل مدير التعليم الفني. هو مدير التعليم الفني ما بنقولش عليه شيء، الراجل يعني نضيف اليد، واحنا يعني الأستاذ محمد الحاج راجل محترم ما بنقولش عليه حاجة، بس ده إهمال.
اللي شافوا محافظة يعني اللي شافوا محافظ السويس والجهاز التنفيذي واحنا كنا معاهم ده اهمال. وطبعا مثل بلدي كده، بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. فالاهمال في التعليم مش صح او في اي حاجة. طبعا الفصل بقى اللي بعده كان المدرس لسه بيحضر نفسه. طبعا السبورة مكتوب عليها 1/11/2019، وكان اليوم دوت 7 في الشهر، يعني اللي هو امبارح متهيألي كان 7/11. فيعني انا مش عارف ايه ده اللي امامي على الهوا. السيد المحافظ واقف امام المدرس بيقول له انت لسه محضر نفسك. التاريخ اصلا مكتوب على السبوره 1/11 وهو كان يوم 7/11. طبعا السيد المحافظ دخل ومعاه النائب بتاعه الدكتور عبد الله رمضان واللواء طارق عبد العظيم. طبعا دي صوره السيد المحافظ اللي على الهوا مباشر من داخل المدرسه، كنا معاه في تغطيه اعلاميه وهو اهو طالع من المدرسه ومعاه يعني الجهاز التنفيذي كله. تم عزل مدير المدرسه، تم عزل وكيل المدرسه، تم عزل مدير التعليم الفني. لان المحافظ لما دخل الوضع ده، المدير اللي جنب المحافظ اللي ماشي ده، يعني اهو الصوره تتحدث عن نفسها، الصوره لا تتجمل ولا يعني تتفنن. يعني الدكك دي جديده واخدينها، ده اهدار مال عام اللي في الصوره، رميناها في الاخر. واقف امامها السيد المحافظ والسكرتير العام، واقف معاه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ومدير مكتب المحافظ، واقفين طبعا. ادي الصوره تتحدث عن نفسها عشان ما حدش يقول اللي احنا ظالمين حد ولا بنفتري على حد ولا المحافظ اصلا ظلم حد. الراجل دخل زيارة مفاجأة، ولا حد اتصل عليه ولا حاجة، وقف لقى طلاب واقفين امام يعني المدرسة. دخل زيارة مفاجأة، لقى الطلبة كلها اللي بيجري شمال واللي بيجري يمين زي ما احنا شايفين الصور امامنا كده على الطبيعة. بعد يعني التحقيق من داخل المدرسة، تم عزل مدير المدرسة ووكيل المدرسة ومدير التعليم الفني، كل واحد ياخد حقه. احنا عرضنا الصور امام الجميع على الشاشة. احنا معانا دلوقتي مداخلة هاتفية الحاج اسماعيل رضوان صاحب شركة الرضوان للتوريدات بمحافظة السويس. مرحب بيك يا حاج اسماعيل. مرحب بيك يا استاذ هاني. مرحب بيك حاج اسماعيل. كلمني بقى، زيارة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في محافظة السويس، ودي دي يعني دي تاني زيارة للسيد الرئيس. كلمني بقى على الزيارة وكلمني عن إنجازات السيد محافظ السويس. والله بالنسبة للزيارة بتاعت سيادة الرئيس هتبقى على طول بإذن الله في البلد، إن محافظتنا بقت محافظة الأعمال الحرة والمصانع الكبيرة وجميع الشركات دلوقتي بتيجي عندنا السويس، وهيبقى فيها يعني ان شاء الله يعني وفر عماله ووفر شغل وفيها كل ما هو جديد. يعني زياره الرئيس ديت يعني شجعت الناس ان هي تبدا تفتح المصالح اللي مقفوله، وبدات ناس يعني تاخد فكره ان الرئيس مهتم بالبلد غير الكلام اللي كان الناس بتسمعه الاول. فالراجل ادى ضوء اخضر للمصانع الصغيره تتعمل، وسياده الرئيس يعني شرفنا في البلد، يعني كانت حاجة جميلة جدا جدا جدا، مع ان كان في ناس يعني بتكسر معنويات الناس ان سيادة الرئيس مش هيجي بسبب الزيارة اللي اتأجلت المرة اللي فاتت، لكن سيادة الرئيس جه ودخل البلد وشرف البلد ونورنا، واحنا نرجو يعني ان الزيارة تتكرر ان شاء الله بإذن الله. يعني انا سمعت غير خير جاي بإذن الله. احنا سمعنا طبعا لحضرتك بالمعدات بتاعتك طورت طريق السخنة 14 كيلو طبعا على حسابك الشخصي بدون اي مقابل. طبعا في الصورة امامي على الهوا السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعاه اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، وحضرتك طبعا بيكرموك على الانجاز الكبير اللي حصل في طريق السخنة. وطبعا الصور امامي تتحدث عن نفسها. كلمني بقى على التطوير اللي انت طورته وتناشد رجال الاعمال بمحافظة السويس بايه. والله يا استاذ هاني دي بلدنا، سياده المحافظ راجل جميل وراجل محترم وراجل من انضف الرجال اللي جاتهم محافظه السويس،
والله العظيم ثلاثة، لو في يعني اتنين بيشتغلوا بمجهود الراجل ده تاني في البلد وجنب منه محمد فتحي بتاع جهاز التدخل السريع، والله البلد دي هتبقى أعظم محافظة في العالم، مش في الجمهورية. محافظة السويس ديت يا أستاذ هاني أجمل محافظة، واعتبرها الدخل الأول لجمهورية مصر العربية محافظة السويس، وفيها رجال أعمال كتير وفيها ناس بتكسب كتير. يعني إحنا نرجو الناس إن هي يعني بالشرط ان سياده المحافظ يقول لك اعمل ايه، كل واحد قدام منه مكان ينزل يصلحه وينزل يشجره وينزل ينظفه وينزل يقف مع الناس، ويعني يعني الناس تناشد وتنزل اعلانات في التواصل الاجتماعي عن طلب عماله من السويس للمصنع الفلاني، الشركه الفلانيه، للمجمع الفلاني، عشان الناس تحس، حتى رجال الاعمال نفسها تحس ان هي بتكتب ان هي عايزه عماله، والناس ما تتكلمش تقول ده ما فيش عماله من السويس وما فيش عماله مش عارف من البلد. لا، احنا عايزين رجال الاعمال يبقى عندهم تنسيق اعلامي من عندهم هم، وينشروا الكلام دوت على صفحات التواصل الاجتماعي ان هم محتاجين عماله في حته فلانيه في المكان الفلاني، وبناشد الناس ان هي تنزل تنظف البلد وتساعد سياده المحافظ. سياده المحافظ يعني الراجل ما بينامش ولا ليل ولا نهار، والله العظيم ثلاثه انا ما بجامله، انا بشوفه بنفسي، ولا يمكن ان هو يطلب معداتنا او يطلبنا بشخصنا ان احنا ننزل نقف واحنا نقول لا، ان دي بلدنا مش بلده هو. بلدنا، وده راجل عسكري وفاهم يعني ايه البلد لما تتجمل والبلد لما تتروق والبلد لما تنضف، كله في وشنا احنا، مش في وشه هو. راجل جاي ضيف علينا، لازم نقف نساعد معاه ونتكاتف معاه غصب عنينا مش بمزاجنا كمان. راجل بيعمل اللي بيعمله ده كله بيعمله لمين؟ في بلدهم؟ بيعمل يحط في جيبه؟ راجل بيعمل بيجمل لك بلدك، ينظف لك بلدك اللي انت قاعد فيها، المفروض ان هو يجي من بره يلاقيها نظيفه. فيعني يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الناس تعمل اللي بيعمله سياده المحافظ والمعاونين بتوعه، والله العظيم من احسن الناس ومن اشرف الناس اللي جت البلد. حاج اسماعيل يعني سامعني؟ كل الحمل رامينه على الرئيس محمد فتحي، صراحه ما بينامش ولا هو ورجالته بتاع التدخل السريع، ولا ليل ولا نهار يا استاذ هاني. والله حاج اسماعيل، تم تطوير شارع مظلوم القمائن بقفر كامل بنطاق حي الأربعين والله العظيم يا استاذ هاني، احنا ما كنا مصدقين ان شوارع حوالين الروض كلها الداخليه في العشوائيات تتسفلت بالطريقه ديت وتتروق وتتبيض الارصفه وتنور بلد من جوه. صراحه سياده المحافظ شغال داخلي احسن من خارجي دلوقتي. اشكرك. هو حلف انه هيروق البلد وهيظبطها، وفعلا الراجل سيادة المحافظ ما قالش حاجة أكيد في حياته، والله العظيم من يوم ما جيت. شرفت يا حاج إسماعيل، شرفت، أشكرك، أشكرك. أنا معايا الدكتور خالد أبو بكر طبعًا معانا على الهواء مباشر، مرحب بيك يا دكتور. أهلًا بيك، إزاي أخبارك يا هني؟ أهلًا وسهلًا يا دكتور، الله يخليك. دكتور من السويس، أنا بحييك وبحيي برنامج جريء لعودته مرة ثانية، وأعتقد إن أنت هترجع بقوة كعادتك يعني. ربنا يبارك فيك يا دكتور، يا الله يعزك، الله يخليك. السويس بيك. احنا بنحب مصر كلها مش السويس بس، وعاوزك بقى بالمناسبه كنت تكلمني. انا معاك من يومين بقول لك انت الوحيد اللي بتلقي الضوء على السويس والوحيد اللي متبنيها اعلاميا. الله يعزك، بلدنا بقى بنحبها، هنعمل ايه؟ بلدنا الحمد لله، الحمد لله. البركه فيك. السويس كانت مظلومه والحمد لله الدوله بصت للسويس، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن. اعاد لأبناء القناة وأبناء السويس بالمشروعات اللي بتتم، أعاد فعلا للناس دي حقوقها فعلا. دكتور خالد بقى الخبير القومي كلمني على زيارة السيد رئيس الجمهورية بأحد المحافظات بمحافظة السويس، وده تاني يعني تاني زيارة في شهر على التوالي. كلمني بقى عن زيارة السيد الرئيس. السيد الرئيس بزيارته الأخيرة للسويس بيوجه ثلاث رسائل مهمة جدا. رسالة بأن المحافظات التي كانت مهمشة طوال 30 عاما أصبحت في القلب والعقل والعين. الرسالة الثانية بأن التنمية مستمرة في جميع ربوع جمهورية مصر العربية، عندنا في العالمين في أقصى الحدود، عندنا في طابة، عندنا في الجلالة، عندنا في الجنوب في أسوان والأقصر، واحنا دلوقتي عندنا في السويس البحر الاحمر ان جميع محافظات مصر تشهد طفره تنمويه وطفره اقتصاديه. المهم ان السويس اهتمامها، اعتقد ان السيد الرئيس لما زار السويس مرتين
وقال رساله مهمه، قال انا مستعد افتتح مشروعات يوميا. دي رساله هامه جدا بان السويس هي قلب المنطقه الشرقيه، وده مهم جدا لان السويس كانت مهمله طوال 30 سنه. السويس زي ما قال الرئيس كان مفروض تتم برامج، وبرامج تم وضعها وكانت تتأخر. أصبحت لدينا إرادة سياسية، أصبحت لدينا يعني رئيس، أصبح لدينا رئيس جمهورية يعلم جيدا معنى التنمية المستدامة، يعلم جيدا بأن السويس هو الأمن القومي لجمهورية مصر العربية، أن سيناء هي البوابة النهوض بجمهورية مصر العربية بمواردها رجالها. ما انا ما بنساش ولا اي مصري بينسى تضحيات ابناء السويس، الناس اللي دفعوا عن اتصال فصل. شكرا يا دكتور خالد. طبعا الاتصال فصل. احنا بنشكر الدكتور خالد ابو بكر طبعا الخبير القومي على الكلام الجميل اللي قاله في حق محافظ السويس وفي حق السيد الرئيس. مصر في المقدمة، المحافظات كلها إن شاء الله في المقدمة، الناس اللي بتبث الفتن من على الشاشات المأجورة أنا بقول لهم من خلال شاشة الصحة والجمال وبرنامج الجريء مش هتنجحوا، عمركم ما هتنجحوا في بث الفتن في مصر. الصفحات الوهمية المأجورة اللي قاعدة على التواصل الاجتماعي بتبث الفتن، الكلام ده ان شاء الله انتهى وهيتقضي عليه قريبا جدا. وطبعا الناس المأجورة دي السجن مكانهم وهم عارفين نفسهم كويس. احنا بنتكلم عشان دي بلدنا ومصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا. وخليكم معانا ان شاء الله، نطلع نجيب ضيوفنا وهنرجع لكم تاني. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجي وبرنامجكم الجريء. طبعا عدنا مع ضيوفنا. احب ارحب على يميني الاستاذ حسن سالم الخبير التربوي. مرحب بيك يا استاذ حسن. مرحب بيك يا استاذ حسن. طيب، وعلى شمالي طبعا الاستاذ عبد الرحمن مصطفى صاحب احد الشركات بمحافظه السويس. مرحب بيك يا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. قبل ما ابدا بس بضيوفي، كان في استغاثه جت على صفحه برنامج الجريء من احد اصحاب يعني المنازل بشارع الشهداء واسوان. البيت طبعا مايل وهيقع والكلام ده. طبعا اتواصلنا مع الجهات التنفيذيه واتواصلنا مع رئيس حي السويس. الراجل قال في قرار طلع لمديريه امن السويس بإخلاء أو بإخلاء السكان وقطع المرافق. احنا أي حاجة بتجينا بنهتم بيها، ودي رسالة لازم أقولها كده على الهواء لأن دي أرواح ناس. أستاذ حسن مرحب بيك على شاشة الصحة والجمال وبرنامج جريء. احنا النهاردة نتكلم بقى في موضوع التعليم في محافظة السويس. طبعا انت سمعت بوقعة عن السيد المحافظ دخل احد المدارس شارع النيل وتم عزل او تحقيق مع مدير المدرسة والوكيل، وتم عزل طبعا مدير التعليم الفني. ما نخش مدرسة احنا، وطبعا زيارة مفاجأة والمحافظ يلاقي ورق مرمي شمال ويمين، وطبعا الطلاب لابسين شباشب و اللي لابس خاتم ودبلة وسلسلة والكلام دوت. قول لي فين ثقافة المعلم أو ثقافة الطالب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا امبارح سعدت جدا بأن الزيارة كانت مفاجأة للسيد اللي هو أركان حرب عبد المجيد صقر. أنا بطالب بكده وعايزين كده، عايزين زيارات مفاجأة، مش عايزين برنامج المحافظ جاي يزور مدرسة كذا أو يزور مستشفى كذا. هو نزل بنفسه وهو راجل قمة الذكاء
وشاف حقيقة واقعة مش هننكرها. نعم. شاف مخالفات إن لم تندرج تحت كلمة خطأ تندرج تحت كلمة خطيئة. فالتعليم الفني فعلا في السويس يحتاج إلى رعاية تامة، مش هنكذب كده. وفي نفس الوقت لازم تبقى فيه لجان متابعة جديدة على التعليم الفني، لأن المرحلة خطرة جدا والسن خطرة جدا للأولاد. في إصابات حصلت قبل كده وفي مشاكل حصلت كتير ما بننكرش، ولكن المدرسين برضو الواحد مشفق عليهم. أولا عندنا عجز صارخ لازم نقتنع، ودي رسالة للسيد المحافظ، إن في عجز في المدرسين في جميع المراحل التعليمية. تمام. فأنا بطالب السيد المحافظ، بشكره جدا على الزيارة المفاجأة، وبوجه له رسالة مننا، بنتمنى يا فندم زيارة مفاجأة لمستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحي. طيب، في طبعا استغاثة جت من يعني أحد المعلمين أو المدرسين بمحافظة السويس، جت الاستغاثة لبرنامج الجريء. في طبعا ولي أمر طالبة أو طالب ضربت مدرسة، إيه رأيك في الكلام ده؟ والله أنا قلت ونشرت على صفحات كتير، من أهان معلما كأنما أهان نبيا من الأنبياء. المعلم في منزلة النبي، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولكن في تجاوزات من بعض المدرسين، ماشي نطبق عليهم القانون. أنا ضد إهانة أي معلم. شعار تعليم السويس وقرارات تعليم السويس والأستاذة سلمى الشاعر دي كلمتها على طول لينا، لا أقبل بإهانة أي معلم أو ظلم أي طالب في تعليم السويس. تمام. في مدرسين بتتجاوز وبتضرب وبتنبه على دروس، دي وحقيقة واقعة، ولكن ضد إهانة أي معلم. المعلم أخطأ، في جهات بتحاسبه، يلجأ ليها ولي الأمر. طيب، فعجالة كده كلمني عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة السويس، وطبعا إنجازات محافظ السويس هنعرضها دلوقتي برضو على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعدت جدا طبعا بزيارة السيد الرئيس. أنا كتبت من ساعتين على صفحتي السويس في قلب وعين القيادة السياسية، وكنت أقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة السويس فعلا في قلب الرئيس. السويس لم تجد من يحن عليها وعلى أولادها لمدة 30 عام مضى، والسويس في خصومة أو في مع الحكومة على مدار 30 سنة. أما الرئيس عبد الفتاح السيسي ينزل بنفسه ويخش السويس وفي الأدبية مش في السخنة، يعني في قلب بلدنا، ويفتتح مشروع عملاق زي مصنع الدرفالة اللي هو أكبر مشروع للحديد على مستوى الشرق الأوسط، ويعقب يقول إن السويس الجديدة عشان أخد فيها أستنى لشهر 7 ده كتير. فده بقول إن الرئيس في قلب السويس وفي قلب السويسة. وفي فرق أستاذ هاني بين السويسة وبين المقيمين على أرض السويس، عشان المقيمين على أرض السويس إن كان بيبدر أي خطأ في حق الدولة أو في حق الرئيس أو في حق الشرطة لا يحسبوا على السويس. السويس ناس وطنيين وناس دافعوا عن بلدهم، ولكن بطالب القيادة السياسية وبطالب السيد محافظ السويس النظر لأبناء السويس وتعيينهم. أمس أستاذ هاني والإعلام بتاع السويس كتب كان في شركة واسمها جوشي، شركة صينية بتعمل مقابلات، للأسف ولا واحد من أبناء السويس كان من ضمن المقابلات. لا، في إعلان عشان بس تبقى عارف، النهاردة أنا منزل من خلال فيسبوك صفحتي الشخصية لإعلامي هاني وارز بالعربي، نزلت بيان رسمي من مديرية القوى العاملة بالسويس والشركة الصينية. الشركة الصينية طالبين طبعا دبلومات ومؤهلات عليا والكلام ده، وكلهم إن شاء الله من محافظة السويس. وده كان بروتوكول ما بين الوزارة ووزارة القوى العاملة والشركة الصينية. ففي طبعا يعني إن شاء الله السويس المقدمة. احنا مش ضد إن برضو أبناء مصر يتعينوا في السويس، أهلا وسهلا. تمام. ولكن احنا عايزين العدالة. النهاردة حتى ربنا شرحها، ما بوزع التركة بتوزع الأولاد ثم الأقارب. تمام. مش الأقارب ثم الأولاد. فبنطالب القيادة السياسية وسيد محافظ يعني احنا نطالب مثلا بروح القانون اللي هو العقد لما بيتعامل مع اي شركة بيبقى نسبة. أيوة. السويس النسبة المتاحة فعليا انا عايزة 50%. شكرا استاذ حسن. مرحبا بك استاذ. اهلا وسهلا. كلمني بقى، دخلت انت في 80% والكلام ده. ايوه فندم، يعني احنا السويس شباب السويس عامة بيعاني من حتة ايه؟ عدم الاهتمام بالوعي او الفكر الجديد ان انت لازم تواجبه. في عندك اصلاحات، في عندك صناعات كتيرة متطورة دخلت البلد، مفيش عندنا مركز تدريب ما يؤهل الإعداد اللي هو يوصله إن هو يبدأ يشتغل في المصنع أو الشركة اللي هم الوظيفة المتاحة أو المطلوبة يعني. تمام. فإحنا برضو بنطالب سيادة الرئيس دعمه المتواصل وهديته لينا السيد اللواء عبد المجيد صقر اللي هو أهدى فعلا السويس وأبنائها الفترة اللي فاتت هدية، جهاز تنفيذي بيقوده السيد اللواء متواجد معنا في الشارع في الليل في النهار، رؤساء أحياء متواجدين،
في اهتمام. احنا برضو بنناشد معظم اخواتنا والشباب التكاتف والتلاحم مع الجهاز التنفيذي، ولازم نحافظ على كل شيء بيتعمل، لان هي دي بلدنا، والانتماء او الوطنيه مش هتظهر غير في الوقت اللي احنا فيه ده، في جهاز تنفيذي شغال. احنا بص هقول لحضرتك مشكور. على حاجه، يعني انا قعدت 5 سنين ولا 6 سنين على تمام. القنوات الفضائيه انزل سلبيات كتيره لمحافظه السويس تمام. انا ما كنت بنقد نقد منهجي او نقد بناء ببني بلدي أيوة فندم صح. لان انا بحب، انا سويسي بحب محافظتي تمام. النهارده انا يعني بنزل عشان الساده المشاهدين تبقى لازم عارفين، لازم نشيل بنزل الايجابيات بنزلها عشان كل واحد ياخد حقه، ما نضيعش حق الناس بتنزل تشتغل، بنزلوا من 7 الصبح لغايه العصر او لغايه المغرب، ما نضيعش حقهم. طيب طبعا. وليه للشاشات او اللي قاعدين بره المغرضه، اللي قاعدين بره على الشاشات الماجوره اللي بيبثوا الفتن لشبابنا، نقول لهم ايه؟ وتوعي شبابنا بايه؟ ان الله لا يصلح عمل المفسدين، مهما عملتم مهما سويتوا، احنا ابناء شعب واحد، وطن واحد، كلنا عندنا في وقت الشده بتلاقي ترابط، في تلاحم بين قوى الشعب عامه. النهارده في صوره طيبه بتترسم للعالم كله عن الوضع الحالي، في ازدهار، لكن بنقول احنا عندنا صبر وعندنا استعداد ونشتغل اكتر واكتر، وان شاء الله عمر اللي بيقولوه او اللي بيسعوا عليه ده ما هيحققوا منه شيء، لان احنا اصلا وصلنا لمرحله يعني الوعي، واللي ان احنا شاهدنا بعينينا مين اللي كان اصلا قلبه على الدوله، او مين اللي هو كان بيتصارع من اجل اهداف شخصيه واهداف محدده لتدمير مفاصل الدوله، وبتكاتف ابنائها الحمد لله، واللي جاي باذن الله هيبقى افضل وافضل. مصر راحه بينا على فين؟ على كل خير ان شاء الله، والواحد الحمد لله متباشر خير لاولاده والاجيال اللي قادمه، وبنقول كلنا نتكاتف، ولازم نشهر برضو الايجابيات وندي كل ذي حق حقه، ونعترف ان احنا كنا الفتره من 30 سنه مهمشين، لكن النهارده الحمد لله داخلين على مرحله جديده وتطوير بالسويس خاصه ومصر عامه، شكلنا كلنا كوطن. يعني نقول مثلا السويس جميله باهلها طبعا، تحيا مصر. تحيا مصر. طب نقول ايه للصفحات المأجورة اللي قاعده بقى؟ بص امامنا كده على الشاشه، يعني احنا امامنا على الشاشه، بص الجمال بقى، دي محافظه السويس ولسه اللي الواحد ولسه حارب عليها عشان تبقى بالمنظر والله ده. والله والله ولسه في اجمل ولسه. واجمل ماشي يعني بص في دي وأجمل. مدينه دي مدينه الغاليه السلام. مع صفحتي السويس. بص بقى السويس تتفنن دلوقتي بالنوافير، تتفنن بالإنارة، بالتشجير. وبرضو احنا بنشكر رئيس الحدائق الأستاذ شعبان حمدان برضو طبعا. ياخد حقه طبعا. وطبعا بنشكر جهاز التجميل والنظافة على يعني الحاجات الجميلة اللي عاملينها في محافظة السويس، ونشكر الخمس أحياء، مش حي واحد، مش حي فيصل بس، كلنا واحد. بنشكر كلنا الخمس أحياء، لأن الخمس أحياء فعلا يعني عملوا إنجاز جامد مع الجهاز التنفيذي تحت تعليمات اللواء عبد المجيد صقر والنائب عبد الله رمضان واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام والجهاز التنفيذي كله. الصراحة محافظة السويس النهاردة تتفنن زي ما احنا شايفين كده، هي دي صورة محافظة السويس اللي الواحد حارب عشانها. انا عايز اقول بس نقطة صغيرة. قول اتفضل. يا جماعة احقاقا للحق، الرئيس عبد الفتاح السيسي اما استلم مصر استلم انقاض دولة، مش دولة، استلم انقاض دولة، دي حقيقة. في فترة صغيرة النهاردة فخامة الرئيس بيدخل مصر من الدول العظمى. بص ده اللي امامك ده على الشاشة كده، ده يعني منطقة القمائن، الناس بتقول عليها الأمائن، هي القمائن. القمائن دي بكفر كامل بنطاق حي الأربعين، عارف عنده وشارع مظلوم. أحد المقاولين أهم واقفين أمامك أهو، بص ده الشارع ده ما كانش حد بيعرف يعدي منه. أيوة دي حقيقة، دي حقيقة. ما كانش فيه إنارة، يعني بص بص الشارع دلوقتي شايف السيارات معدية، وده الرود القديم. ولسه إن شاء الله طبعا بيتم رصف الشارع ده تاني يوم على التوالي، والنهارده التالت، يعني حاجة جميلة. والتحية للواء، خلي بالك وفي طفرة، أنا بس بقطعك، في طفرة كبيرة حصلة في محافظة السويس في رصف الطرق والإنارة والتجميل. السيد المحافظ طبعا في كل لقاء بنسجله معاه وعد وقال أنا مش هسيب المحافظة دي إلا ما هرجعها تاني. كل السويس راضي عنها،
انا بشكره جدا واستاذ عايز اوجه شكر وتقدير بعد اذنك كلكم قلتوا لرجال مديريه امن السويس بجد من اول السيد اللواء محمد جاد مدير امن السويس اللواء عيد سعيد مساعد مدير امن كل ضباط وامناء وافراد الامن في السويس والامن الوطني لكم كل الشكر والحب والتقدير انه حافظتوا على محافظه السويس من اي فتن في الشهر اللي فات لهم كل الحب والتقدير لان انا كنت متواجد معاهم ال 24 ساعه وببات معاهم في ال 40 الناس لازم ابعت لهم تحيه ان هم حافظوا على السويس. مديريه الامن طبعا يعني من السيد المدير لاصغر عسكري للجهات السياديه فعلا وكانوا لجهاز الامن الوطني نعم. وطبعا كان الجهاز التنفيذي امامنا دلوقتي الناس فعلا والجهات السياديه عملوا شغل ومجهود جبار حافظوا على البلد يعني حافظوا على البلد فعلا دي حقيقه. السويس كانت مستهدفه وفي ناس غريبه دخلت السويس وكان في خطط لتخريب السويس وتخريب مصر فكل الشكر لرجال مديريه امن السويس وانا طب رجالة معاك دقيقه شكرا يا استاذ حسن والله هو نداء اخير وهو الشكر واجب لكل ذي حق حقه لكن نداء اخير لوزاره القوى العامله الاهتمام شويه شباب السويس شباب السويس بتاع شغل شباب السويس مكافح طموح واحنا نفسنا عايزين نشتغل للافضل باذن الله ان شاء الله اللي جاي ان شاء شكرا شكرا تشرفتوني وان شاء الله اللي جاي احسن لمحافظه السويس وشباب السويس ان شاء الله عندهم برضو ثقافه وعندهم وعي وان شاء الله احنا هناشد مديريه القوى العامله ان شاء الله المصانع الكبيره والضخمه اللي قال عليها السيد الرئيس باذن الله هكون لابناء محافظه السويس وخليكم معانا على وعد اللقاء في حلقات اخرى على شاشه الصحه والجمال الشاشه المحترمه وبشكر المخرج وبشكر اداره القناه والمصورين واخر كلامي الله المستعان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.